المعرض ألف فهد جاليري اختار عنوان ألف شيء وشيء، ألف ليلة وليلة، بالأشياء وبالرسومات بالألبسة المغربية القديمة بالأثواب القديمة. واختارينا العنوان ألف ليلة وليلة بكون الأشياء القديمة اللي كنرجعوها مر العصور للتذكير بالثقافة المغربية والتراث المغربي. كنلقاو أشياء مغربية وأشياء عربية بالمختلف مختلف الأزمنة مختلف الأشكال، ومن غير اللباس اللي كاين الكبار والصغار والذكور والإناث، يعني التنوع في المتحف الفهد اللي عندنا غير في هذا الزمن ديال الوقت ديال رمضان، من 12 مي الى من 12 ابريل الى 12 مي اخر تاريخ للعرض والاشياء المعروضه عندنا هنا في الفهد جاليري، واللي كنقدروا نلقاوها من بعد في السيت انترنت الجاليري الشباك الالكتروني اللي هو الفهد tiradu6gallery.com. للناس اللي كتدير جوله ما تقدرش دير جوله للحضور كدير جوله للانترنت، وهذا المعرض مفتوح لجميع الزوار مجانيا، لان الغرض هو نقربوا ديما الغرض ديال الفهد جاليري تقريب الثقافه وتقريب الفن المغربي ولا لكل الجهات ولي ناسيوناليتي الزوار يكونوا مغاربة ولا مختلف بالطابلة القديمة نحاسية وبالخشب وبالعظام اللي محفورة في الطاولة، يعني من طاولات ألف ليلة وليلة اللي ما بقيناش كنقدروا نشوفوا متداولين كأن ديكور أو للاستعمال. كنقدروا نلقاو قصرية كيف ما في عصر جدودنا اللي كنصوبوا فيها الخبز ولحد الان كنلقاوها غير هي قصريه بالخشب. كنقدروا نلقاو علاليق قدام بالنحاس والخشب، وكان اللي كاع بالرخام. وما بين هاد الاشياء عندنا اشياء عصريه اللي كنلقاو في البيوت العصريه المغربيه، يعني بحال اللي في المطبخ ديالنا ولا اللي في الديكور مرسومين باليد، مرسومين بالصباع او بالفيدور كيسان باصل ولا جوست الديكور. صناديق السفر وصناديق الأعراس اللي بالنحاس والفضة، صناديق اللي كنا كنشوفهم في الأعراس اللي مبقاتش مداولة بزاف في العصر ديالنا، ولا صناديق السفر اللي رجعوا بلاصتهم الشنط. حاولنا ما نطرحوش عليهم تغييرات كبيرة باش نشوفوا كيفاش كانت كتصاوب الأغراض بديفيرون ماتيريو ديالهم بالطريقة ديال الطريقة ديال الإنتاج والاستعمال. هذا هو الغرض من المعرض، أن تكون عندنا الثقافة والمعلومات الأساسية لكل شيء معرض عندنا هنا في المعرض، لكن يقدر يكون لوبجي ديال المتحف، يعني شي حوايج اللي مبقيناش نقدروا نشوفهم اللي في طور الانقراض، والمعرض الغرض منه انه يعرفهم ويجددهم ويفكرنا بكل حاجة وكيفاش كانت مصاوبة.
عندنا اشياء للبيع واشياء غير للبيع. مشاركة عدة اشخاص، الفنانين بوغ لي تابلو والاشياء، دي كوليكسيونور اللي مر الاعوام بالبحوث ديالهم، كياخذوا كيشريوا كيخزنوا عندهم الى هذا الوقت اللي بغاو يشاركوه مع الناس. الكتبه العربيه اللي مكتوب فيها القران، اللي مكتوبه اللي مرسومه، اللي مر عليها سنين، اللي نقدر نحدد لكم السن بالضبط، اللي مر عليها عصور وسنين، وكنشوفوا اليوم كيفاش كان الناس كيقراو وكل كونديسيون. عندنا اللوحات بالمرسومه، كاين لوحات على لاطوال اللي مرسومه بالصباغه، وكاين لوحات حديديه مثل اللوحه ديال زيد جبيل واللوحه ديال مشيشي من 1982. عندنا كنلقاو مرايات بالنحاس، مرايات بالخشب والالوان، كنقدروا نلقاو صناديق للعرس بالفضه، صناديق للسفر، كنلقاو دي زوبجي ديزاين للفنان عبد الحق هبزي اللي كانت متواجد معنا في اكتوبر 2020، اللي كنرجعوا وليه لزوجي ديالو كيشارك معنا في هذا المعرض ديال رمضان، المعرض ولا المتحف رمضاني كما سميته انا، متحف رمضاني اللي كونو يشمل عدة اشياء اللي قديمة وجديدة مختلف العصور. البسه اللي تخيطوا في هذا العصر ولكن من الشكل القديم اللي رجع لهاد الاعوام الاخيره، الحمد لله اللي رجع بالاثواب القديمه بالشكل الطرازه القديمه. يعني حتى الالبسه في عنوان الف ليله وليله، يعني كنتكلموا على المجد الالوان، كنتكلموا على الثوب، كنتكلموا على طريقة الخدمة، طريقة الشغل، يعني اللي الأثواب الرفيعة والموديلات المغربية الأصيلة اللي كان معروفين بهم. يعني وهذا شكر وتشجيع للشخص اللي شارك معنا واللي قبل أنه يعرض عندنا هاد اللبسات، كاينين ديال الكبار وكاينين حتى الصغار اللي كنشوفوهم دابا. الرجالية العصرية شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.